اول ما اجى الامر بتجميد هاي المصارف الاربعه، اول ما اجى الامر طبعا مدير البنك المركزي، هاي معلومات اللي اتحدث لك عنها، محافظ البنك المركزي اخفى الكتاب لمده 10 ايام الكتاب اللي به هذه الاجراءات بانه الجديده. هاي المصارف يجب ان تجمد وما تمام. تشارك بمزاد العمله، وشكو عندها اموال باي مصرف باي مكان يتجمد يغلق. ضم الكتاب. ضم الكتاب 10 ايام، اعطى فرصه لمن؟ لاصحاب هاي المصارف ان يجمعون فلوسهم وياخذوها. والاضرب من هاي خلوا موظفين في احد مؤسسات الدوله تداوم للعصر حتى يجي الافندي زين ياخذ فلوسه من الدوائر الدوله. اذا محافظ البنك بظل هذه القصه اللي تتحدث طبعا بها متعاون طبعا زين، مع المصارف الممنوعه، ومع منو متعاون؟ مع اشخاص ساهموا بتهريب العمله، وساهموا بغسيل الاموال، وساهموا بدعم الاحزاب الفاسده، وساهموا بتزوير الفواتير والتحايل على البنك المركزي، او بالتعاون مع عصابات البنك المركزي. بعصابات البنك طبعا المركزي، هذه المؤسسة المعنية بحماية طبعا أموال العراق اي طبعا وترتيب أوراق العراق بعصابات المالية. وبيا فاسدين وبيا مخالفين للقانون.